اتوقع ان كل الانديه على مستوى عالي. اليوم نفس ما قلت لك الفريق مش في يومه، تحصل يوم يجيك ان الفريق مش في يومه، الفريق يرتكب كثير من الاخطاء. اليوم يعني كان عندنا شويه تدوير وحاولنا ثبات على التشكيل، لكن اليوم ما يعني ارتكبنا كثير من الاخطاء اللي استغلها النادي البحريني، النادي الخالديه، فبالتالي نقول خساره غير متوقعه بالنسبه لنا، لكن عندنا الافضل، عندنا احسن. انا واثق جدا بلاعبيني، واثق جدا ان مستوانا يكون افضل، لان شفته اكثر مقارنه للمباريات اللي لعبناها قبل، لكن عندنا احسن وان شاء الله نعوضها. يعني ربما هي اضعف مباراه للفريق في هذا الموسم، كل مباراه كان قوه جويه بوضع جيد. يعني انت تتكلم اضعف مباراه من ناحيه المستوى؟ انا اتفق معك وانا اتحمل مسؤوليه صراحه، لكن انا اقول لك عندنا الافضل، عندنا الاحسن، وان شاء الله نفرح جماهيرنا بالجاي. شكرا.